صباح الورد عليكم مرة تانية. الحقيقة أنا عايز أسألكم واحد واحد، قضيته العيد فين السنة دي؟ بس احنا معانا دلوقتي محمد هشام، وهو مصور مصري قرر أنه يقضي عيد الأضحى في كينيا، وطبعا مش هيفوت الفرصة عشان يصور صور جميلة وعظيمة من هناك ويورينا أكيد الجمال هناك والمناظر الطبيعية والكلام ده كله. فاحنا عشان كده هينضم لنا دلوقتي محمد من كينيا عبر تطبيق زوم. صباح الورد عليك يا محمد. صباح الخير عليكي وعلى جميع المشاهدين. صباح الفل عليك وكل سنة وانت طيب. وانتوا طيبين جميعا. كينيا بقى. كينيا يا محمد بعدت قوي. والله كينيا يعني انا حابب اقول لكم ان دي ال 12 سنة. 12 سنة وانا بسافر كينيا، ابتديت من 2011. اوكي، يعني دي مش اول مرة ليك، انت بقالك 12 سنة؟ لا 12 سنة بالظبط. اوكي. انا مصور صحفي وهوايتي يعني شغلتي مصور صحفي وهوايتي كمان تصوير الحياة البرية. حلو. فبدأت من 2011 أول رحلة ليا إلى كينيا مع صديقي مصور مصري مصور حياة برية اسمه مجدي علي، وكانت البداية وما بطلتش بقى من ساعتها. أنا شايفاك أنت بتكلمني من قلب الحياة البرية دلوقتي، يعني حتى بالأوتفيت بكل حاجة. بالظبط، يعني انا حبيت ان انا يعني ايه ظبطت المقصود ان انا بدخل الغابه كل يوم من الفجر، يعني من قبل الشروق لحد الغروب. النهارده بس كده قلت اخش بعد ما اقابلكم يعني مع المشاهدين. طب يعني بص، يعني اي حد هيجي في دماغه واحنا بنقول حياه بريه دي اكيد حاجه طبعا خطر واكيد في حيوانات مفترسه والكلام ده كله، فانت صحح لي كده الحاجات اللي احنا بنشوفها بقى على ناشونال جيوغرافيك والحاجات دي كلها، هل الحاجات دي في خطوره وانت بتصور بس حياه بريه اشجار وطبيعه، ولا بتصور حيوانات مفترسه والكلام ده كله، بتستنى بقى اللقطات بالساعات زي ما بنسمع؟ يعني احكي لي عن المواضيع دي بالتفصيل. طيب هو انا طبعا محمد معانا؟ سامعني؟ لا معلش معلش، هتقول تاني اللي انت قلته لان الصوت قطع في الحته المهمه اللي انا عايز اعرفها. انا بعمل ميكس ما بين الحياه البريه وحياه الناس في المكان. يعني هنا انا حاليا في محميه ماساي مارا، ودي اشهر واكبر محميه طبيعيه في افريقيا. ودي النقطه فعلا اللي بتيجي تصور فيها القنوات العالميه اللي بتصور حياه بريه لازم بتيجي محميه ماساي مارا. دي اهم نقطه بتبتدي بيها. ودي اللي انا ابتديت بيها فعلا من 11 سنه. طب قول لنا ايه اهم معالمها، يعني ايه الحاجات اللي هناك اللي كل المصورين بيتهافتوا عليها؟ عندنا حاجتين، عندنا الحياه البريه الاسود والزبرا والغزلان والزرافات وعندنا حياه القبائل اللي برضو انا مصورها. احنا بنعرض صورك دلوقتي على الشاشه واحنا بنتكلم. تمام. الحياه البريه مش زي ما الناس متخيله انها خطر، وان انت في خطر، وان الاسد ممكن يهجم عليك او 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 خالص. الموضوع ببساطه جدا، طول ما انت محترم المساحه بتاعه الحيوان لان ده مكانه، هو عمره ما هيقرب منك. متاكد يا محمد؟ ده احنا بنخاف من الكلاب في الشارع. اسد ايه اللي هيعمل مساحه؟ انا بقالي 12 سنه اهو لسه موجود اهو. بعد الشهر عليك. بصور اسود. بعد الشهر عليك. بس ده اسد برضه، يعني ما يعني فاهم قصدي؟ احنا الناس فعلا بتخاف من الكلاب يعني. دي حقيقه. فهو حتى يعني في نصايحنا للناس اللي بتتعامل مع الكلاب في الشارع، هو طول ما انت ماشي في حالك هو هيبقى سايبك في حاله. يعني ما هي منظومه الكائنات الحيوانات كلها معتمده على كده، هو بيبقى فاكرك اقوى منه. يعني طب ما فيش مره موقف حصل لك، يعني بص بقى فضولنا دايما هيقتلنا في الحتت دي بالذات بتاعه الخطر والسسبنس، يعني ما فيش مره موقف حصل لك حسيت ان لا انا في خطر بجد، انا ممكن لا قدر الله يحصل لي مشكله؟ لان انا وانا بعرض الصور هي ما شاء الله ابتدينا بالحمار الوحشي واسود ونمور، فانا مش مقتنعه بموضوع احترام المساحه ده، فقول لي هل اتعرضت لاي موقف خطر الى حد ما؟ يعني في حاجات كده اللي هي الواحد بيقع فيها غصب عنه. مثلا شفت لو ضغطت عليك شويه هتقول اهو. لا بس هي حاجات بسيطه برضو. يعني الغابه عباره عن تراكات، احنا مش بنمشي كده في غابه مفتوحه من غير قيود، لا هي ليها تراكات ومنظومه، ليها بوابات ودخول وخروج. يعني الموضوع مش غابه كده مفتوحه احنا فجاه لقينا نفسنا في الغابه، يعني ليها حدود، والحدود بتاعتها بتبقى انهار علشان الحيوانات ما تعديش منها، بتعدي انواع معينه بس. فاحنا مره كنا في العربيه وكان في فيل ومعاه اسرته، الفيل بيخاف جدا على اسرته، كل الحيوانات يعني، بس الفيل انا عارفه الموقف ده اتعرضت له بس كان نمر. اوكي،
فجه الفيل بقى على العربية. الفيل بقى، الفيل بقى مشكلته ايه؟ ان هو لما بيمشي على تراك، يعني انا لو قدامي اسد وشاف العربيه هيعدي من جنبها ويمشي، لكن الفيل بيبقى ليه تراك معين، هو ماشي على التراك ده، ملوش علاقه بانت واقف فين. فلو انت واقف على التراك بتاعه هو مش هيحود، يعني هو مش هيلاقي العربيه قدامه فيحود يمين او شمال، لا هو لازم اوكي. يمشي من هنا. فهي دي كانت المره اللي احنا كنا واقفين في التراك الرسمي وحصل العادي، ايه؟ يعني ما كنا اتحركته ولا هو اللي يعني؟ لقيناه وقف كده وبص لنا وبدأ يرفع ودانه، كان معاه الفيل صغير معاه، فحسينا ان احنا لا احنا اللي غلط دلوقتي، احنا اللي واقفين في سكته. اوكي فبعد دقيقة كده اتحركنا بالعربية، لقيناه خلاص مشي من ورانا وما كانش فيه الحمد اي لله انه كان مشكلة فيل برضه حصلت. مش نمر ولا اسد. الحمد لله. انا لا عايزه هو الفيل برضو زلمته ضربتها يعني جامدة شوية. عرفت منين بقى ان زلمته لا ضربتها باين جامد؟ يعني من غير ما، لا ما جربتش الحمد لله، بس باين عليها يعني، اوكي. طب باين انها جامده انا في عايزه التصوير. اسالك سؤال. دايما اللقطه الحلوه بيقعد المصور ممكن ساعات ينتظر اللقطه اللي هو بيدور عليها او اللقطه اللي هو بالظبط مستنيها، فانت بقى ايه بالظبط اطول مده انتظرت فيها لقطه معينه وحصلت عليها في النهايه ولا لا؟ وقول لي كانت صوره لايه؟ طيب، هي المده بقى ما بتتحسبش بس من ان وانا قاعد في الغابه، المده بتحسب من انا من اول ما بطلع من مصر جاي، ما هي دي مده انا رايح عشان صحيح. اخد صوره. يعني احنا اليومين دول هيبتدي كمان كام يوم، وده اللي انا منتظره، موسم هجره الحيوانات اللي هي بتهاجر من تنزانيا الى كينيا عشان تاكل الـ هناك. فاحنا موسم الهجره ده، اولا احنا ممكن نتحرك زي ما بقول لحضرتك قبل الفجر بساعه عشان نوصل للنقطه دي بعد 3 ساعات، ويا اما نلاقي الحيوانات انتوا بتتحركوا متعدده الهجره يا اما ما بالعربيات صح؟ نلاقيش. بتتحركوا من بالعربيات تو طبعا، بوينتس كله في بالعربية. العربيات. اوكي. بالظبط، يعني بنطلع من الكامب الصبح عشان ما بالعربيات، تضيعوش برضو، هتنزل ده في بالعربيات خلال الرحلة دي بيبقى فيه صور برضو انا عارفة. طبعا طبعا، طول ما احنا ماشيين في صور. اوكي. وما بننزلش خالص من العربيه، ممنوع تماما، وفي غرامه كبيره لاي حد بيفكر ينزل من العربيه، بتوصل ل 1000 دولار تقريبا. فالموضوع برضو ليه يعني نظام يعني. فاحنا مثلا بناخد 3 ساعات لحد ما نوصل للنقطه اللي عندها الهجره والحيوانات هتعدي. ممكن نقعد بقى ساعه 2 3 هم بس واقفين الناحيه الثانيه من النهر ولسه ما قرروش يعدوا، هي الصوره الحلوه فهم بيعدوا علشان بيعملوا بقى جو، بيمشوا في الميه وبيعملوا تراب كده حواليهم، يعني بتطلع بقى صوره فنيه حلوه بتعبر عن الاكشن نفسه. ففي مره بقى واحنا واقفين لقينا تمساح في النهر عايم كده على النهر، وهو التمساح بيبقى مستني اضعف حيوان فيهم عشان علشان ياكلوا. ياكلوا. بالفعل طلعوا مجموعه، طبعا هم هو ما بيهجمش وهم كتار، لان هم لو داسوا عليه خلاص هو هينتهي. اوكي. ففعلا استنى بعد ما خلص القطيع، مثلا القطيع ده ممكن يقعد 10 دقائق بيعدي، بيبقى بعشرات الالاف يعني. فهو بيعدي القطيع، بيعدي بيعدي لحد ما فضل 2 صغيرين كده، شفت بقى التمساح وهو جاي عليهم، وفعلا لقط اللحظه دي اللي هو بيفتح، طبعا فك التمساح معروف بحجمه الكبير، وبياخد حيوان اسمه الوايلد بيست او النو بالعربي، خد واحد صغير منهم وحطه كده يعني قفل عليه ببقه السؤال بقى وبفكه. الاكسبيرينس بتاعتكم يعني، بص انت بتحكي وعارف، يعني انت قاعد مستني الصورة وعارف ان التمساح مش بالظبط هيهجم دلوقتي، هيهجم لما عددهم يقل والكلام ده بالظبط كله، يعني بالظبط انت عارف بالظبط حتى الاتيتيود بتاع الحيوانات هيوصل لحد فين. بالظبط طب بالظبط. كلمني احنا بقى عن طبعا الاجواء بتاعت العيد في كينيا، انت رحت بقى في العيد، فقول لي بقى انا قضيت رحت في العيد العيد، ازاي؟ انا هنا في مدينه اسمها تاليك، قريه صغيره كده. تاليك اوكي. دي على حدود المحميه، على حدود محميه مساي مارا، احد الابواب يعني. اوكي. وفي هنا مجموعه صغيره من المسلمين، لان انا طبعا جيت هنا كتير، فكنت يعني عارف ان هم ليهم كده ايه، يعني بنصلي الجمعه مع بعض مش عارف ايه صحيح، احنا بقابلهم. بنعرض الصور على السنة. اكيد عشت الاجواء برضو بتاعت العيد، اي بلد فيها اسلام بتبقى الفايبس بتاعت العيد موجودة وحاضرة معانا. بالظبط بالظبط، هم عدد المسلمين هنا في القريه كلهم على بعض ما يكملوش 100 مسلم ومسلمه، يعني اسر كده صغيره. حضرت معاهم صلاه العيد. صلاه العيد عندنا في مثلا في مصر او في معظم الوطن العربي بتبتدي بعد الفجر بثلث ساعه، او بعد الشروق قصدي بثلث ساعه، لا هنا الصلاه ابتدت تقريبا الساعه 10 الصبح، اوكي، لان هم برضو بعضهم بيجي من اماكن بعيده، مش عشان كلهم في يتجمعوا القريه عشان قريبين، الصلاة. صحيح. عشان يتجمعوا عشان الصلاه، فما ابتدوش مثلا 7 الصبح زي ما احنا متعودين في القاهره مثلا، اوكي. لا ابتدوا
يتجمعوا 8:30، وبعدين كانوا فارشين في الساحة الكبيرة في القرية، فارشين السجاجيد، بدأت تيجي الأسر والستات والأطفال. بدأ الخطبة هنا بقى كانت مختلفة شوية، وأنا أعتقد إن ده ليه علاقة بالمكان، ما أعرفش بقى يعني. الخطيب عمل خطبة باللغة السواحيلي، طبعا هنا اللغة بتاعتهم سواحيلي، فعمل خطبة بتقدر بلغتهم تفهمها قبل يا الصلاة. محمد ولا صعبة لسه في عليك؟ بعض الكلمات منها اللي هي المشتركة بينها، مثلا يعني كلمة شكرا هم بيفهموها، هم بيقولوها بلكنة مختلفة، في بعض الحاجات كده اللي هي التحيات دي بقينا ايه نعرف نتعامل بيها يعني، كويس قوي. بعض انواع الأطعمة والحاجات دي. فهم مثلا بدأوا يعملوا الخطبة، فتقريبا دي خطبة وعظ للناس قبل الصلاة، وبعدين صلوا صلاة العيد، وبعدين بقى كانت الخطبة باللغتين، خطبة باللغة العربية وخطبة التانية باللغة السواحلية، علشان تقريبا مش كل المسلمين هنا عندهم اللغتين متوفرين. اوكي وبعدين انا بقى قاموا الناس يعني حيوا بعض وكده، وبعدين كل واحد بقى اتجه لشغله، ما كانش فيه أكتر من كده، لأن هي زي ما بقول قرية بس صغيرة وهم كده، ده عددهم انا قليل. منتظره يعني. بص، اول ما بنسال حد والله عن العيد بسمع كلمه فته وريش، مش قادره اقول لك. انا ما سمعتش في كنت الكلام ده منتظر كله انا ولا كمان واحده والله، ولا ريشه واحده. طب كنت انتوا في منتظر والله. الغابه، ما فيش، ما بتصطادوش حاجه وما اكلتوش حاجه لا يعني؟ طبعا التمساح هو طبعا ياكل وانتوا لا؟ بمناسبة ده كلام؟ والله بمناسبة الاصطياد، هو الصيد الحيوانات ممنوع تماما داخل الغابة، ولا اي نوع من اصلا انواع الحيوانات الحيوانات تصطاد بس البني ادمين لا. طبعا، والعقوبة تصل للإعدام هنا في يا خبر كينيا ابيض. في صيد بعض أنواع الحيوانات، بالذات الحيوانات النادرة والحيوانات الكبيرة. اوكي، في بس بعض انا عارفه الدول ان هما بتدي طبعا تأخير. بعيدا عن الغابه هما بياكلوا لحوم يعني، بتبقى متواجده وكل حاجه، فما فيش المسلمين برضو قصه الذبح والاضحيه والحاجات دي انت ما قضيتهاش، ما شفتهاش. ما شفتهاش وسألتهم، بس واضح إن هم عائلات صغيرة، فبيعملوا الموضوع على نطاق صغيرين. حتى بعضهم بيحكي لي بيقول لي يعني هم كام عيله عارفين بعض، فيمكن حتى فكره التوزيع على الناس والفقراء وكده مش موجودين، هم كام عيله مع بعض، فكل واحد بيذبح لنفسه او بياكل مع نفسه. كان نفسي فعلا ان انا مشيت بعد الصلاه سالتهم هتذبحوا فين، فين الذبح، احضر مراسم الذبح مختلفه اكيد، لقيتهم كل واحد راح على وانت يا عيني طبعا المجال نفسك سوق فتة المحل، وانا فتة فتة يا بالظبط. جماعة. طبعا هنا بقى انا ليا 2 اصدقائي مصريين، دول بقى عملوا تجربه مختلفه وقرروا يجوا يعيشوا في كينيا، بقى لهم حوالي 7 سنين اوكي وبيديروا كامبات سياحيه هنا، كويس. مجدي علي صديقي ومصطفى البرلوسي، قضيت فهم معاهم دول العيد بقى بقى. قضينا بقى مع عيد ايه يعني، وذبحنا كده على قدنا ورك فرخه كده صغير وكلناه. كل سنة وانت طيب، وبشكرك بشكرك شكرا جزيلا. حبيبي المصور محمد هشام كان معانا من كينيا. طيب، شفتوا بقى ان احنا اكتر شعب بياكل فتة ولحمة والكلام اللطيف ده. يلا كل سنة وانتم طيبين مرة تانية.